حققت القوات العراقية مدعومة من قوات التحالف الدولي مزيدا من التقدم غرب مدينة الموصل، وسيطرت القوات على آخر طريق رئيسي يقود غربا إلى مدينة تل عفر التي يسيطر عليها الإرهابيون. في إطار عمليات قادمون يعني نوى، وبمشاركة نحو 100,000 جندي، تواصل القوات العراقية حربها الضروس ضد تنظيم داعش الإرهابي في الموصل، أكبر معاقله في العراق. المعارك مستمرة في حي الطيران غرب الموصل، لدفع عناصر التنظيم إلى مزيد من التقهقر باتجاه الغرب، بالإضافة إلى فرض السيطرة الكاملة على سلسلة تلو العطشانة، كما تمكنت القوات من رفع العلم العراقي فوق أسوار سجن بادوش بمحافظة نينوى شمالي العراق. وقال مسؤولون عسكريون إن مقاتلي داعش يواصلون التراجع باتجاه غرب المدينة، لكنهم يبدون مقاومة عنيفة ويختفون وسط المدنيين ويلغمون السيارات وينشرون القناصة. فيما أعلن التلفزيون العراقي أن وحدات من الفرقة التاسعة في الجيش ووحدات من الحشد الشعبي عزلوا الجانب الغربي عن تل عفر بعد سيطرتهم على طريق الموصل إليكسك. ومن مدينة السليمانية الكردية، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن العراق سيواصل ضرب داعش في سوريا وفي بلدان مجاورة بعد موافقتها. أحترم سيادة الدول، لهذا حصلت على موافقة الحكومة السورية في ضرب مواقع للإرهاب في البوكمال السورية، لأن هذه المواقع الإرهابية هي التي تمكن سيارات المفخخة التي ترسلها إلى بغداد وإلى باقي المدن العراقية للقيام بأعمال إرهابية. وحققت القوات العراقية مدعومة من قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن مزيدا من التقدم غرب مدينة الموصل، وصدت قوات الشرطة الاتحادية هجوما مضادا شنه تنظيم داعش قرب المبنى الحكومي بعد ساعات من السيطرة عليه، واقتحمت القوات العراقية المزيد من الأحياء غربي الموصل بالتوازي مع استعادة 10 أحياء غربي الموصل، إضافة إلى المطار ومعسكر الغزلان الواقعين في الأطراف الجنوبية من المدينة. وباتت القوات العراقية على مقربة من مسجد النور الذي ظهر فيه زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي خطيبا لأول مرة. وكانت القوات العراقية قد بدأت الشهر الماضي عملية عسكرية لاستعادة الجانب الغربي من الموصل، بعدما استعادت قبل ذلك الأحياء الشرقية إثر هجوم استغرق 100 يوم تقريبا.